هارمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية وهي عبور المنتخب المغربي للقنطرة المؤدية للدور الثاني في إطار نهائيات كأس العالم من خلال هذه المشاركة السادسة له في المونديال، 3 عقود و6 سنوات، ونحن ننتظر هذا الإنجاز أي منذ مونديال المكسيك 86 900 و1000 حينما حقق جيل بودربالا التيمومي المرحوم الظلمي البياز الزاكي ميرو كريمو، فهذا الجيل حقق حينها التأهل التاريخي بفوزه على حساب البرتغال ب3 إصابات لـ1. اليوم ها هو جيل آخر من بونو نيف أكرد رومان سايس نصير مزرا حكيمي اللاعب نور الدين مرابط وأيضا اللاعبين، فهنيئا للمنتخب المغربي بهذا التأهل.